وهي احنا عم نرجع لفئه الاس يو في اللي تعودنا انه الشركات عم تعطيها اهتمام كبير بسبب ارتفاع المبيعات باسواقنا المحليه. وهي هي الفورد عم تطلق لنا شكل جديد بالكامل لسياره الفورد اكسبورت 2018. تعالوا نتعرف عليها اكثر. مثل ما عم بيوحي لنا اسم الإيكوسبورت، فالسيارة مصممة لتكون سيارة شبابية وبتعطينا كل ما بنحتاجه للقيادة اليومية، طبعاً مع توفير كبير. ومع موديل 2018 صار شكل الإيكوسبورت كتير قريب من الفورد إسكيب، لكن طبعاً بحجم أصغر. وراح تلاحظوا فوراً تغييرات بالشبك الأمامي والمصابيح الأمامية والخلفية. ومن داخل حصلت الإيكوسبورت على شاشة بقياس 8 إنش لللمس للتحكم بنظام الترفيه اللي هو عم بيجي من فورد سينك 3. أما تحت الغطاء فالسيارة عم تجينا مزودة بمحرك توربو إيكوبوست 4 سلندر بسعة 1 لتر.